للشرح حفظه يعني. امتحان كان صعب. انا شو بدي بتاريخ العرب؟ واو. يعني بسبب البنطلون اللي لابسه مصايب. موهوب. هلك صاحب بالمتابعين. يومي يومي. هاي جايز، عندي باكر امتحان تاريخ عرب. هسه توني قاعد افتح الكتاب واريد اكتب بعض الاسئله هنا احسن ما اضل ادرس من الكتاب. اوكي جايز، طبعا توني خلصت، يعني مو طبيعي التعب. وشوف يعني هذا كله شرح احفظه، يعني منطق هذا كله، ولسه في هذول الورق، هذا كله الشرح احفظه. انا هذا اللي اريد افهمه. الباصجه مؤنث لا مزح باليدين ولا يكون فيها الفاظ قبيحه. من ادابنا كمان جايز. خلصت الامتحان، صراحه كان صعب شوي بس اتس اوكي. هلو ايفريوان، ما دا اعرف اصور زين، الناس قاعده تباوع علي. جايز بصراحه الامتحان كان صعب، يعني حليت بس في بعض اشياء صعبة ما حليتها. بالله عليكم يعني انا شو بدي بتاريخ العرب؟ احنا دا نتقدم ولا قاعدين نتأخر؟ فخليني اكمل لكم اشترت بعض الاشياء. سو احنا بالزمن قاعدين نتقدم، وبما انه احنا قاعدين نتقدم انا شو بدي بالتاريخ والجغرافيا؟ نابليون وما اعرف منو بالمنطق شوي، ولا شو بدي بالشريف حسين بن كخانة ما اعرف منو. واو حبيت الصراحة، والله يستر شنو عندي باتشر وبس. دا اسوي محشي مع دجاج مسلوق وحطيت له بطاطا، منظر خرافي. وهسه لازم نخليهم فت ساعة ساعتين لحد ما يستوون. لازم هسه اروح اسوي رياضة. سو باي. هاي مساء الخير، حاليا قاعد احضر لبس باتشر، بدي احضر لي كم شي حلو. ما دا اعرف البس هذا البنطرون او البس بنطرون احمر، ما دا اعرف. انصرت كل يوم دا اروح للمدرسة بشي جديد، يعني على مود صور الانستغرام، لان دا صور كل يوم صور انستغرام. جاني هذا الحذاء. The next day. Good morning. Hi guys. طبعا كنت اخذ صور للانستغرام، سو رحت تابعونا على حساب الانستغرام موجود بصندوق الوصف. صدقون جايز انه هذا الستايل سوالي مصايب اليوم، راح اقول لكم بعد شوي. فما قلت لكم يعني بسبب البنطلون اللي لابسه، بسبب لونه بالتحديد، صرت اليوم فرجة، يعني فرجة رسمي. انا ما توقعت انه الوضع لهالدرجة الا بسبب البنطلون انه لونه احمر. انا ولا مرة بعمري رايح للمدرسة ببنطلون احمر، ولا عبالي انه راح يصير هيك. لكم الاساتذة كله ولا الاساتذة اجوني بالعصي. هاي اخر مرة راح البسه بالمدرسة. جايز وصلت، بس راح اشوفكم الاوتفيت اللي سوالي مصايب اليوم. مانا شنو الشيء الغلط؟ يعني بس لان لون البنطلون احمر. محاشي وملفوف. اسوي خلطة البروتين، انا ضفت عليها بيض وشلت الزبيب، يعني شوي طورت منها جايز. جايز قاعدة تمطر حاليا. او ماي جاد يا جماعة، يعني نزلت بعض الضباب. نو واي نو واي جايز، انا بالنسبة لي هيك تكون اجواء الكريسماس، من تكون لازم يعني يكون بشهر 12 مع اجواء الكريسماس، يكون في برد وامطار، والبرد مو البرد العادي، البرد الموت يعني. والله هذا الشيء عشق عندي. سو على بما يجي الباص خليني احكي وياكم شوي. وين رحتوا بالكريسماس يا ترى؟ وين ما اجيتوا وين اجيتوا؟ قولوا لي بليز. انا الصراحه اجوائي للكريسماس هي بس حطيت الشجره، نيفر بس.
لانه ما طلعت اماكن يعني كنت اريد صدق صدق. انا كان عاجبني اروح للبوليفارد اللي بالاردن، كل الناس تعرف شنو البوليفارد هذا. مع الاسف ماكو بالكريسماس، دائما بالكريسماس يسوون الشباب ممنوع ويحطون دخوليه مع انه هالشيء ماكو بالايام العاديه. بس لان دا اشوف بالسوشيال ميديا شلون الاجواء جوا والشجرات، صدق اجواء كريسماس كانت. سو جايز خلصت ورجعت. الامتحان كان صعب، حطيت اشياء من عندي اخترعتها يعني. اوريدي اليوم هو اساسا كان امتحان عربي تخصص، وغير انه هيك اليوم خميس. صباح الخير جايز. الدنيا مو دنيا ليل، مو ظلمة، بس ما اعرف ليش ظلمة يعني. حاليا الساعة 7 الصبح، بس عبالك بالليل. انسوا منظر الحبة لانه مشوهتني وما دا اعرف ليش طلعت لي. اليوم كان عندنا امتحان انجليش، وبصراحة يعني ما كان كلش واو. بالمناسبة البارحة كان 25 بالشهر اللي هو عيد المسيحيين، كل عام وانتم بخير. باكر راح احط لها لزقة جروح على مود لا تبين، على مود خاف اضطريت اشيل الكمامة واحكي، لان اليوم ما اضطريت احكي واشيل الكمامة. هاي جايز، خلصت الامتحان حاليا. امتحان اليوم كان حاسوب، سهل وصعب يعني، بس المهم اني ما خليت شي فارغ. صديقي هنا قاعد يباوع علي ومستغرب ما اعرف ليش. تطلع جايز عرف على المتابعين. انا احمد، عندي قناة على اليوتيوب، روحوا اشتركوا، راح احط لكم اياها بصندوق الوصف. اوكي سو جايز، طبعا كنا هسه قاعدين ناخذ صور انستغرام، رابط حساب الانستغرام موجود بصندوق الوصف، روح سوي لي فولو عليه، روح اشتركوا بقناتي، قناتهم صندوق الوصف. وهذا صديقي سليمان. مالك صاحب بالمتابعين جايز؟ هذا اللي قدامي كل شوي اقول له سوي فلوجات، ما يريد. قول له روح القناه هسه، قول له سوي فلوجات. كل ما اقول له سوي فلوجات يقول لي عندي امتحانات، عندي ما اعرف منو. بده يطلع حجج ترى. ليش قاعد تطلع حجج؟ ما بطلع حجج والله، بده يطلع حجج. روح على قناته قول له سوي فلوجات. جايز شوفوا هاي رسومات صديقي، الصراحة شي واو، فرجيهم بعد. او ماي جاد، الصراحة موهوب. شلون يقعدوا على هذا الدروج؟ قد صغيرة.